تبي العمرة لعلني لا أدرك الحج. فقدمت إلى هذه البلد المباركة واعتمرت، وكانت تجلس بين النساء من شدة خمج جلدها تخرج الرائحة النتنة حول ويشم النساء من حولها. فكانت وسط نساء من تركيا وهنا 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 إلى غير ذلك، فقالوا ما بك، ما هذه الرائحة النتنة تخرج منك؟ لأن الجلد وصل سرطان بدأ يخمج، سبحان الله، الجلد يطلع دمامل وأشياء. فحكت لهم القصة، قالوا أين أنت من ماء زمزم؟ أين أنت من ماء زمزم؟ فما كان منها إلا أن أتوا لها بماء زمزم وصبوا على جسمها وهي من فوق الحجاب، ها أفرغوه عليها وشربت منه. قالت فما مر يوم واليوم الثاني إلا ذهب كل ما كان من الدمامل في جسدي. ورجعت بعد هذه العمرة وكنت كل يوم أشرب وأدعو عند الكعبة وفي أوقات السحر. فلما رجعت إلى بلجيكا وقمت بعمل التحاليل قالوا أنت بارئة ما عندك ولا شيء. وهذه قصة ثانية حدثني بها شيخي، ولا أريد أن أذكر اسمه ها هنا، حدثني بها شيخي وذكرها في إحدى في قناة من قناة المجد في أحد البرامج. هذا الشيخ من أهل القرآن لن يزكي الله، فجأة أصابه ما يسمى بالسيروزيس أو بالالتهاب الكبدي، فأصبحت والتليف الكبدي، خلاص الكبد منتهية تماما، الكبد منتهية تماما. قال ثم صليت رمضان وصليت بالناس، وكنت وكان أبي قد أتى زيارة عندي، فقلت له يا أبوي ترى الأطباء يقولوا بينك 6 شهور إنك تموت وكذا. قال يا ولدي طيب الحمد لله إنك عرفت إمتى حتموت، أخوك طلع من البيت دعسته العربية ومات وحزن عليه، لكن أنت أري الله من نفسك خيرا. قال أبيك عامي، رجل عامي. قال فكنت عندي سكن في المسجد وعندي غرفة في أعلى المسجد في الملحق يعني. قال فجعلت فيها الزمزم والعسل، أخلص من صلاة التراويح والقيام وأقعد طول الليل هناك أقرأ القرآن وأشرب من زمزم ومن العسل وأدعو. قال فلما انتهيت من ذلك وذهبت لإجراء العملية، قال لما نزلت من الطائرة أتوا لي بالإسعاف الأمبيولانس، لأن التقارير التي وصلت أن هذا المريض لا يقدر أن يمشي على رجوله، هذا مريض منتهي. قال فلما نزلت الأطباء والإسعاف وكذا قالوا وين المريض؟ قال أنا المريض. قالوا التقرير اللي عندنا يقول أنك أنت يعني منتهي أمرك، عشان كده جبنا لك حنا إيش الإسعاف. قال أخذوني وسووا لي الريهابيليتيشن تيست أو ما يسمى بالاختبارات التأهيلية قبل إجراء العملية. قالوا أنت متأكد أنك أنت المريض؟ قال أيوه. قال سويت شيء؟ قال ما سويت شيء. قال أنت عندك كبد طفل عمره 6 شهور. لكن القضية أخواني أن نشربها ونحن موقنون. الله أي والله العظيم، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، إن نحن نشرب هذه ونحن موقنين. وقلت نحن موقنين من باب فعل الاختصاص، نصبتها بالياء لفعل محذوف تقديره أخص، ويجوز أن تقول نحن موقنون عن ابتداء والخبر، لكن جعلتها بالاختصاص أبلغ. ونحن موقنين أيها الكرام الفضلاء أن احنا فعلا شربناها لذلك، وكم من السلف من شربوها وآتاهم الله ما تمنوا. تم تحريره صوتيا أيها الكرام الفضلاء في ليلة السبت بحي النسيم، ونحن في مواقف جامع الراجحي بمكة شرفها الله، 7 بقين من شوال لعام 42 و400 ألف من هجرة العدنان عليه الصلاة والسلام. اللهم ارحم أبي وأخي وعمي وجميع المسلمين يا رب العالمين، واحفظ والدتي على طاعتك وارزقني برها، واغفر لي ولإخواني ولجميع المسلمين. اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الحياة منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وشكر نعمتك وحسن عبادتك وقلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب. اللهم آتنا ما وعدتنا على رسلك، ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم سألناك فأعطنا، وما لم نسألك فابتدئنا، وما قصرت عنه آمالنا فلا تحرمنا، وما ضلت عنه فهومنا فلا تجعلنا فيه من الغافلين يا رب العالمين. واهدنا لما اختلف من الحق بإذن إنك تهدي من تشاء إلى صراط المستقيم، اجعل بلادنا أمنا أمانا وسائر بلاد المسلمين، وفق ولاة أمورنا كل خير وعنهم على كل بر، وانصر بالإسلام والمسلمين وجميع ولاة أمور المسلمين يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. لا تسئنا في أنفسنا ولا في ديننا ولا في أولادنا. تم الكلام ربنا المحمود، له المكارم العلى واليثم، والصلاة على المصطفى محمد
صلى الله عليه وسلم ما لاح قمر ولا قعود آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.